وأقف فقط مع حدث حصل خلال الأيام القليلة الماضية كما حصل في بعض البلاد الأخرى المجاورة، وفي بلاد الدنيا كثرت هذه الأيام الحرائق. الشيء الذي يحز في النفس وأنا أتساءل كمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما اطلعتم على بعض التعليقات مع الأسف، وتجد صاحب التعليق يحمل اسما الأولى به أن يأخذ موعظة من اسمه، فترى بعض التعليقات جراء الحدث المؤلم الذي قدم ضجيعنا في دولة الجزائر الشقيقة، وأيضا في دولة تركيا الشقيقة، وفي كثير من بلاد الدنيا عربهم وعجمهم. ولا شك أن المسلم بخلاله وخصاله ينبغي أن يترفع وألا يتشفى، سواء أتعلق الأمر بالمسلمين أو بغير المسلمين. هذا ديننا، هذه ثقافتنا، هذه مبادئنا، هذه خصالنا، هذه خلالنا التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة رضي الله تعالى عليهم. أين هي الآن؟ أفل نجمها؟ أغاب شمسها؟ ألم يسطع فجرها بعد؟ هل يمكن أن تتصور من يتشفى في الناس وهم يحرقون؟ دعني من الناس أن تتشفى يعني في الحرائق وهي تلتهم الأشجار وتأتي على الأخضر واليابس وعلى الناس. الناس مكلومون، وبعضهم يجاهد خلف الصفحات الزرقاء، يستحقون، يستاهلون، هذا عقاب من الله. أنت لا ينبغي أن تكون حكما توزع الأحكام كما تشاء. الله يبتلي عباده بما يشاء، وإذا وقع بلاء نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا، كما قال علي بن أبي طالب يعني رضي الله تعالى عنه. أما التشفي فهذا ليس من خلق الإسلام في شيء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في مكارم الأخلاق للخرائط، وهو حديث حسن من رواية عمرو بن عنبسة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، أسمع اللي كتشفف الناس وكتشفف الإخوة ديالك وكتشفف عموما في الخلق، ما الإسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام الإسلام أن يسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. هل سلم المسلمون من ألسنتنا وأيدينا؟ هل سلم الناس من ألسنتنا وأيدينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، اسمع لهذا الحديث الآخر، لما سئل وهو حديث يعني عند الطبراني بسند حسن من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، هل هذه الأحاديث يكفي فقط أن نحفظها وأن نرددها وأن نلقيها على الناس، أم ينبغي علينا أن نترجمها ترجمة عملية في سلوكنا وفي أخلاقنا وأن نجعل لها حظا على أرض الواقع؟ العلماء يتكلمون والناس يسمعون، إذن عليك أن تنتفع بما تسمع ولا تنظر إلى العالم إن كان مقصرا، استفد أنت من مواعظه ومن كلامه. فأبو هريرة كما في البخاري يعني استفاد من توجيه الشيطان حينما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على تمر الصدقة، والقصة معروفة، إلى أن قالوا إلى أن علمه ماذا يقول إذا أوى إلى فراشه وقال له اقرأ آية الكرسي. هذا الشيطان يقول هذا الكلام لأبي هريرة، والله سبحانه وتعالى يطلع نبيه قبل أن يأتيه أبو هريرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال ما فعل صاحبك؟ فالمرة الثالثة قال يا رسول الله قال لي كذا، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لم يزل عليك حافظ من الله حتى تصبح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. ما معنى صدقك وهو كذب؟ يعني هذه المرة صدقك، يعني فاعمل ولو جاءنا الحق من إبليس قبلناه، ولا تقول وكن كان فيه خير هذا العالم لكي وجهنا، كن هو طبق. أنت استفد مما يخرج من فيه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، الرواية الأخرى ما الإسلام، هنا يقول أي الإسلام خير، اسمع، قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال أحد الصحابة يا رسول الله فما المؤمن؟
إذن هذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن هو المؤمن؟ قال من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. نحن اليوم نتشفى في أبناء جدلتنا، في أهلنا، في أي بلاد، في تركيا، في الجزائر، في تونس، في أي مكان في بلاد الدنيا. لا يجوز، لا يليق بك كمسلم. علينا أن نتضرع إلى الله، أن نبتهل إلى الله، أن نفرغ قلوبنا لله عز وجل، أن ندعو الله عز وجل. وما ابتلاهم به سبحانه وتعالى قادر أن يرفعه عنهم وأن يتجاوزهم إلى من كانوا يتشفون فيهم. وحتى قيل، وهذا لا يصح، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وهذا الأثر لا يصح. والأفضل منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من جار السوء، فكيف بصاحبك الملازم لك؟ هذا صاحبك إذا لم يكن معك وقت السراء والضراء فانفض عليه ثوبك واغسل عليه يديك وأضف رجليك. المؤمنون نصحا والمنافقون غششا. نحن لا نفرح بمصاب أي أحد، وندعو الله عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة وأن يكشف ما نزل بالناس من ضر ومن بأساء، وأن نتوب وأن نعود إليه سبحانه وتعالى. بكثير من الناس في أنحاء العالم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغارق للشر، اللهم وفقنا لبيان الحق والدعوة إليه. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أهل هذا المسجد، واجعله من المحسنين، واجعل هذا المسجد حجة لهم بين يديك يا رب العالمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ووفقهم يا رب العالمين لبنائه وإقامته حتى يكون لهم شاهدا بين يديك سبحانه وتعالى. فاللهم احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغارق للشر، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا كورونا وأخواتها يا كريم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، شفاء لا يغادر سقما. واشف والدينا وعافهم، اجمع لهم بين الأجر والعافية. من كان منهم حيا فاللهم أطل عمره وحسن عمله وبارك لنا فيه، ومن كان منهم ميتا فاللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ووفقنا يا كريم لطاعتك وامتثال أوامرك واجتناب نواهيك وطاعة رسولك عليه الصلاة والسلام، واجعله شافعا لنا بين يديك يا كريم، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.